السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جالكم فيديو جديد النهارده، يا رب ينال اعجابكم. بالله عليكم يا حبايبي، اللي ما اشتركش في القناة يشترك، فعل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي، ده اول فقاسة انا جبتها، كانت وش الخير عليها وش السعد. دي كانت الفقاسة جميلة جدا جدا، وكان انتاجها حلو جدا جدا، بس اللي حصل فيها ان الحوض بتاعها سرب مية، عمل رطوبة في الفقاسة من بره. شايفين المنظر الرطوبة ده؟ شايفين العلامات اللي باينة الصفرة دي؟ دي رطوبة من الحوض، عملت رطوبة في الفقاسة فكانت بتبوظ لي البيض. فانا احتجتها النهاردة، هي لسه اسطوانة ما اتقلبتش دشتا، بس انا ايه هشغلها. اخدها النهاردة، اخد الحوض بتاعها اعمل حوض تاني مكانه. هشيل بس الحاجة دي الاول، ثواني بس الم الحاجة اللي على الفقاسة ديت وهفتحها اوريها لكم. هي حاجة زي ما انتم شايفين، امسكها نضف بس التراب اللي على سطحها ده اهو. الفقاسه دي كانت بسم الله ما شاء الله، اي بيض بحطه لها بعد الفرز كانت بتطلعه لي كله، ما كانش بتبوظ ولا بيضه. بس هو اللي جه اللي حصل بقى ان الحوض سرب ميه، ده اللي بوظ الدنيا معايا. الحوض اهو يا حبيبي زي ما انتم شايفين كده، حاول بس اطلعه. ليلى سيب كده، مسك التليفون كده. حاول بس اخرجه بالراحة عشان بقطعش السلوك. اهو يا حبايبي شايفين الحوض عامل ملوحة اهوت، وبصرف مية من الاركان دي، دي اللي بوظ الدنيا عندي. حاسة ان الفرنسي كانت دي بتاع شويخ فرن اهو، حاسة ان الفرنسي كانت في قلبها. انا همسكها شغالة بقى عشان مقطعش السلوك بتاعتها وبوظولي الدنيا. كده يا ليلى شايفين الملوحة دي كلها ملوحة من الحوض، المية اهو دي بوظ الدنيا عندي. انا هبدأ بقى امسكها انضفها وعقمها حيل عشان اشغلها من جديد، واشوف برضو لو فيها فرن ولا حاجة، واشوف بقى لو اي فيها سلوك اي سلوك حاجة باظت، هحاول اظبط الدنيا عشان اشغلها. فانا هحاول ابص جواها كده. مش فيها فرن ولا فيها حاجة، بس هي فيها خشب من ورا وقع، فانا هخلي جوزي يظبطها لي برضو بحيث ان انا محط الرفوف تبقى محملة ما تقعش مني، وهظبط الدنيا بتاعتها وهشغلها من جديد وان شاء الله هتظبط معانا. واللي كان بوظ الدنيا الحوض، لان عمل ملوحة جامدة في الجناب اهو، ودي اللي كان بوظ الدنيا. فانا لما اظبط الحوض واعمل لها حوض جديد هتظبط معايا ان شاء الله. وهعمل حوض برضو للفقاسة التانية لانها برضو كانت مرشحة هي، فانا هعمل لها حوض برضه عشان تظبط الحراره بتاعتها، لان بحط البيض في الفقاسه دي والفقاسه الكبيره في نفس اليوم. في الفقاسه الكبيره بيطلع قبل منها، لان ديت فيها عيب لانها عملت رطوبه برضه، فانا لازم اظبط الحوض بتاعها عشان نسبه الحراره تبقى مظبوطه زي بعضها. فانا هبدا بقى يا حبايبي هشيل الحوض ده، هاخد الحوض ده بقى اروح اعمل عند السمكري، خليه يعمل لي جوز حوض جداد، واظبط دنيتي واعقم الفقاسه. وان شاء الله وانا بشغلها اوريها لكم برضه وانا بشغلها وبرص فيها البيض. ايه معاكم يا حبايبي، هقفلها بقى على ما اعمل الحوض لها، وامسكها ارفعها بقى من ورا واظبطها، لان هي ساقطه من ورا خالص لان الارضيه هنا كسره. همسكها ارفعها من ورا شويه واشغلها بقى ان شاء الله، اوريكم انا برص فيها البيض. هي كانت المكنه دي، كانت المكنه دي اصيله وعزيزه عليا، فانا مش عايزه افرط فيها لان انا شفت منها كميه خير كتير، فانا مش عايزه افرط فيها. وانا كنت ناويه ان انا ابيعها، بس ان شاء الله مش هبيعها واشغلها لان محتاجاها، فهشغلها ان شاء الله واظبط الدنيا. خليكم معايا بقى يا حبايبي على ما اروح اجيب صاج من عند الحداد واوديه للسمكري يعمله لي ويظبطه لي عشان ايه اشغل الفقاسه. اي تطور هعمله هصوره واوريه لكم. خليكم معايا يا حبايبي، مش هنزل فيديو الا لما اكمل حط الفقاسه واوريها لكم. Thank you.
زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي رجعت لكم تاني اهو. انا كده عملت جوز حواض للفقاسه، عملت واحد للفقاسه دي، واحد للفقاسه دي عشان ده برده مخروم وبيرشح، فانا عملت له فقاسه لان كنت انا معالجاه عاملاها بمعجون حديد وعامله فيه خشبتين في الجنب كده عشان يمنع رشح الميه. بس انا عملت له ايه حواض جديد تاني، بس هو جه كبير شويه، جه سنتي كبير سنتي عن التاني، فانا هرجعه تاني بكره للسمكري زو ايه يشيل منه سنتي لانه ما دخلش في قلب الفقاسه دي. دي الحوض بقى اللي انا ركبته في الفقاسه دي زي ما انتم شايفين كده، دي متين ومحمل عن الحوض التاني، يعني الحوض التاني كان سلكه بتاع الستاك بتاعه ضعيف شويه، فانا عملت حوض تاني اهو وشغلت الفقاسه زي ما انتم شايفينها معاكم. الحوض ده دي محمل ومتين عن التاني كتير، يعني احنا مدخلينه ضغط يعني في قلب الفقاسه، بس هو الحمد لله كويس. وحطيت في الميه وشغلت الفقاسه اهو، جوزي شغلها له وظبطها له وشاف لي السلوك بتاعتها. زي ما انتم شايفين يا حبايبي انا عقمت الفقاسه من سيئه ارضيتها بفنيك وخل وبميه، مسكت الارضيه بتاعتها سيقتها كده بالمساحه، ما عملتش بفتله، سيقتها بالمساحه عشان تنضف وتبقى حلوه اهي يا حبيبي زي ما انتم شايفين. هبدأ ارص بقى الرفه بتاعتها فيها وهسيبها، مش هحط فيها اي حاجه بقى الايه الا بكره ما تظبط درجه حرارتها حلو تشتغل وتفصل على طول. هرص بقى يا حبيبي الرفه اهو، وبرده هبعت اجيب بتادين وهمسك الرفه دي كلها تاني بكره ارشها بتادين عشان عقمة تعقيمة حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. كده حبايبي اهو خلاص، بس الرفوف وهرجع لكم. زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي انا كده رصيت الرفوف بتاعتها كده خلاص، ابدا اقفلها بقى عشان تظبط درجة حرارتها. وهي اسطوانة زي ما انتم عارفين ما قلبتهاش دشتا لسه، دي اسطوانه لسه، دي الفقاسه الوحيده اللي فاضله عندي ايه اسطوانه، فهسيبها اسطوانه كده اجربها لان الفقاسه دي انا كنت بتفائل بيها جدا، كان شغلها حلو وكان نسبه الفقاسه بتاعتها حلوه، بس لما الحوض اتخرم بتاعها بقى هو اللي بوظ ايه نسبه الفقاسه عندي. بس انا متفائله بيها وهسيبها اسطوانه زي ما هي كده وهجربها اسطوانه، لو ما رجعتش زي الاول هقلبها ديجيتال برضه زي الثانيه. اهي يا حبايبي الحمد لله هي شغاله وكويسه مش فيها اي حاجه، انا ركناها بقى لي فتره بس هي الحمد لله شغاله، المروحه بتاعتها شغاله اهو والحوض بتاعها مليان ميه اهو، فكده تمام. فتبدا بقى نشوف درجه حرارتها هتظبط ولا لا، فانا كده خلاص هقفلها مش حاطه فيها اي حاجه لما درجه حرارتها هتظبط. وكده يا حبايب قلبي نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده، واشوفكم في فيديو جديد. بالله عليكم يا حبايبي اللايكات اللايكات عشان ترفع مستوى الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.